اهلا بيكم من جديد وعوده لحديث القاهره، بدايه قصصنا الاخباريه. جه الوقت ان احنا هنا كحديث القاهره نتكلم عن القصه اللي كانت حديث القاهره وشغلها الشاغل بقالها يومين، قصه انهاء موظف باحدى شركات القطاع الخاص لحياته. خلينا نتكلم مع حضراتكم بصراحه، احنا ليه ما اتكلمناش قبل كده لما القصه دي نشرت في المواقع الاخباريه؟ لان كان قصادنا دايما مصدر واحد بس هو اللي بيتكلم طول الوقت، مش عارفين علاقته بالظبط ايه بالواقع، ومش عارفين اصلا ليه هو المصدر الوحيد المتاح وكل وسائل الاعلام بتدور عليه. في حاله غياب المعلومات كان الموضوع مجرد اراء في واقعه اقدام موظف على انهاء حياته، او حتى شاهده عيان واحده جت بعد الواقعة وفسرتها زي ما هي عايزة، لدرجة إنها استبقت حتى تقرير الطبيب الشرعي وقالت إن هو وقع إزاي وإنه كان قاصد يقع على راسه. وطبعا الموضوعات دي حساسة جدا بالنسبة لنا وبنتبع فيها التقاليد وأعراف المهنة، مهنة الصحافة والتلفزيون. الراجل ليه أسرة وليه حياة، وتبعات الحادثة كبيرة جدا، خصوصا إننا بنتكلم بالنسبة لهم وبالنسبة للناس اللي بتتابع الموضوع ده عن مصيبة. علشان كده احنا التزمنا ما نخدش ابدا في القصه دي لحد ما نفهم. لحد النهارده، النهارده بقى ايه اللي حصل وخلانا نفتح الموضوع؟ لاول مره الشركه اللي كان بيعمل فيها الموظف طلعت بيان عن الواقعه. كان البيان كالتالي، هنقول لكم نصه. قال: تنعي شركه تليبر فورمانس مصر الخساره الماساويه لفقد احد زملائنا والتي حدثت يوم الثلاثاء 21 ديسمبر في مقر الشركة بالتجمع الخامس. على الفور تم استدعاء الإسعاف بينما هرع الطبيب الداخلي لمساعدته. وصل المسعفون إلى مكان الحادث في الدقائق التالية ونقلوه إلى أقرب مستشفى، ولكن لسوء الحظ لم يستطع الأطباء إنقاذ حياته. وقد تواصلنا مع عائلته على الفور لتقديم أكبر قدر ممكن من المساعدة والدعم، وسنواصل القيام بذلك. وقد صرح المدير التنفيذي للشركة السيد مصطفى فهمي بأن ما حدث لزميلنا كان بمثابة صدمة لنا جميعا، وندعو له بالرحمة ولعائلته وزملائه بالصبر والسلوان. قال كمان إن زميلنا عضوا عزيزا في فريقنا وسيظل في ذاكرتنا دائما، وإن سلامة موظفينا هي أولويتنا القصوى، وسنوفر الدعم النفسي والمشورة لزملائه خلال هذا الوقت العصيب، ونتعاون حاليا بشكل كامل مع السلطات المحلية، ونجري أيضا تحقيقا داخليا لفهم الظروف التي أدت إلى هذه المأساة، ونحترم رغبة الأسرة في الخصوصية، ولن نقدم أي تفاصيل أخرى للجمهور، وخالص تعازينا، ومضوا باسم الشركة. كده انتهى البيان، لكن التساؤلات مستمرة، صح؟ تساؤل منهم كان عن علاقة الموظف الله يرحمه بمديره، هل فعلا مديره كان متعسف معاه وبيسيء لي؟ حديث القاهرة زملائنا تواصلوا مع المدير النهاردة الأستاذ أشرف أحمد، قال لحديث القاهرة أن اللي كل ما تردد عن سوء معاملته للموظف أمر مغلوط، وأنه كان بيحسن معاملته وبيتكلم معاه دايما، وقبل الحدث بأربع أيام قعد مع الموظف وحكاله، قال أنه بيبات فوق سطح منزل طليقته أسفل الأمطار في الجو البارد ده، وإنه كان بيحاول التخفيف عنه، وإنه أصيب بالصدمة عندما عرف بانتحاره ولا يتوقع ذلك، وأنهم شاهدوا الحادث من خلال كاميرات المراقبة. فجر أستاذ أشرف مفاجأة ردا على أخبار تم تداولها النهاردة على السوشيال ميديا إن في حريق حصل في الشركة والتهم كاميرات المراقبة. نفى تماما وجود أي حريق، وقال إن الكاميرات وثقت كل شيء وتم تسليمها بالفعل للنيابة، والمرحوم كان يقف بمفرده لا يوجد أحد بالقرب منه. صحيح، قال إن يعني ما فيش حريق أدى إلى التهم الكاميرات، وعلشان كده تم إتلاف الفيديوهات اللي كان مسجلها الكاميرا للحادثة، لكن حصل حريق ولا لا مش ده كان موضوعنا. الحادث ده بعد الحادث على طول هو بنفسه قال إن هو اللي أنهى إجراءات الدفن وإنه هو دفنه بإيديه. ده كان بالنسبة للمدير اللي تم إذاعة أخبار أنه كان على علاقة سيئة جدا بيه، وأنه هو اللي ضغط عليه لدرجة أنه أنهى حياته. فريق حديث القاهرة كمان تواصل مع الطرف الثاني، طليقة المنتحر، قالت أنها انفصلت عنه من 6 شهور تقريبا، ومع ذلك كانت سامحة ليه أنه هو يقيم عندها في غرفة منفصلة بالشقة. ده ليه؟ علشان ظروفه المادية ما كانتش تسمح أن يكون عنده بيت مستقل. قالت علاقتهم كانت طيبة جدا، وقالت تاني انه انهى حياته بسبب سوء معاملة الشركة ليه. لسه علامات الاستفهام موجودة. طيب النيابة بتحقق،
يبقى إذن الملجأ لينا هو النيابة وتحقيقات النيابة، وماذا كشفت عنه تحقيقات النيابة حتى الآن؟ وده سؤالنا لزميلنا العزيز وضيفنا الكريم على الهاتف الأستاذ سامي عبد الراضي، مدير تحرير جريدة الوطن. أستاذ سامي أهلا بيك. أستاذة كريمة مساء الخير، أستاذ خيري مساء الخير ومنورين جميعا. زميلنا العزيز أستاذ سامي عبد الراضي أهلا وسهلا بيك. أستاذ سامي أنا هبدأ طبعاً. هبدأ بشوية معلومات كبيرة منها الإنساني ومنها الخبري. خليني أقول لحضرتك إن ابن نور الدين الموظف اللي أنهى حياته في التجمع الخامس راح للبقال اللي في فيصل اللي كان أبوه بيسحب منه أكل وشرب على مدار الشهور اللي فاتت أو الأيام اللي فاتت قبل الوفاة، وقال له يا عم محمود أنا جاي لك عشان أشوف المديونية اللي على أبويا قد إيه. فقال له يا ابني مديونية إيه؟ هو في مديونية أغلى من الموت؟ ربنا يرحم أبوك وأنا مسامحه. أنت يا أستاذ خيري يا حضرتك أستاذة كريمة لو شفت صورة عم محمود البقال ده أنا هبعتها للزملاء في الإعداد دلوقتي، يعني راجل بسيط جدا وراجل طيب جدا بس مصري ابن مصر الله يرحمه. هذا الرجل الجميل، هذا الرجل الجميل ويكتب الخير للأستاذ اللي عمل كده طبعا. يعني المديونية يا أستاذ خيري أنا هبعتها لمحمود والدكتور محمد فتحي 622 جنيه فقط لا غير. دي المديونية مش 15000 زي البقال؟ لا يا استاذ خير اللي عند البقال دي فلوس البقال. ودي كانت مجرد لو جبن ميه عصير مش اكتر، اللي هي المواد اللي بتسمح ان هي ياكل يعيش. فالمهم الراجل البقال قال لزميلنا خالد عمار من شويه قال له يا ابني نور الدين قبل ما يموت جالي قال لي يا عم محمود انا بقالي 3 ايام ما اكلتش. قال له يا ابني ده كلام، طب ما جيتليش ليه؟ قال له مكسوف اجي لك. فراح مطبطب عليه وقعده جوه وجاب له لانشون وجبن وخلاه فطر. فقام نور الدين الله يرحمه بس دماغ عم محمود وقال له جميلك ده في رقبه اليوم الدين. ده كان اخر لقاء ما بين نور الدين وبين عم محمود البقال. وبعدها عم محمود سال عليه فعرف ان هو توفى الراجل، يعني اتصدم وقال ان هو مسامحه وبيبري قدام ربنا من كل المديونيه حقيقي. فانا من خلال حضرتك احنا بنشكر عم محمود جدا يعني. طبعا من خلال الشاشه العظيمه شاشه القاهره والناس انا بشكر عم محمود هذا الرجل الطيب اللي عنده محل متواضع في فيصل في شارع فيصل. فكل التحيه ليه. يمكن الموضوع خيري ملتبس جدا جدا جدا. لو اتكلمنا عن الشق الجنائي هنا ما فيش اي مسؤوليه جنائيه تجاه الشركه في مساله الانتحار، ما فيش اي مسؤوليه جنائيه نهائيا ضد مدير يتعسف او يتعامل بقسوه مع مرؤوسه. هنا مساله مرتبطه بالضمير ليس اكثر، ولكن ليس في الامر شق جنائي. بمعنى ايه؟ بمعنى انا لو حضرتك مديري في الشغل اسخيري وعملتني وحش ما ينفعش اقدم فيك بلاغ للنيابه طبعا او اقدم فيك بلاغ للشرطه، خلاص انا اسيب لك الشغل او ننفصل او وزاره القوى العامله او الجهات الاداريه يعني شق اداري. احسن فاذا ما فيش عقوبه جنائيه ضد الشركه. لكن انا قريت امبارح وتابعت مداخله زميلنا توماس راوي مع حضرتك قال كلام على لسان مدير الشركه او المدير المسؤول عن الموظف. ايوه قال فيه انه الورق بتاع نور الدين مش مستوفي وان ورقه مش كامل وان احنا صابرين عليه بقالنا سنه واثنين. لا ده ما كانش معانا امبارح، ده اكيد في مكان تاني. انا قريت تصريحات في موقع مصراوي لزميل مجتهد جدا، هو جاب التصريحات من المدير المسؤول عن نور الدين. ولكن من شويه مدحت الغمراوي وكيل وزاره القوى العامله في القاهره الصغيره كان عامل لجنه مهمه جدا تشوف موقف هذا الموظف من الشركه ونشاطه وكان بيعمل ايه في الشركه ومات ازاي. تخيل طلعت اكثر من مفاجاه، المفاجاه الاولى ان تقارير نور الدين على مدار 3 سنين وتحديدا من اغسطس 4 اغسطس 2019 حتى يوم رحيله كل التقارير امتياز. يعني خليها تماما من الجزاءات موظف ممتاز. يعني تقارير كلها امتياز على مدار 3 سنين عمل وفق
وفقا لانتاجه اللي كان بيعمله مش عليه اي جزاء، ممتاز في الكفاءة الانتاجية، كان حسن السير والسلوك، وده وفق لشهادة الشؤون القانونية في الشركة اللي اطلعت عليها لجنة يعني ما اتفصلش ولا حاجة ولا هددوا بالفصل ولا الكلام. انا هنا في تضارب ما بين هذا الكلام وما بين اللي قاله المدير المسؤول ان هو مش مكمل ورقه، بس هم طلعوا بيان، واحنا بنتعامل انت عارف مع الحاجات الرسمية طبعا. طالما مطلعين بيان هم بيشيدوا بيه وبيقولوا انهم حزانة طبعا. انا يعني يمكن هنا اللوم يا استاذ خيري، موظف من بين 200 او حوالي 2000 موظف شغالين، ازاي انا انعي بعد 7 ايام؟ يعني ده الموظف اللي مات وما ماتش في بيته وما ماتش في فرشته وما ماتش هو جاي لي، حتى ده مات في قلب المكان، يعني كان مفترض التحرك من الشركه يكون بدري. تاخروا قوي. ده صحيح، تاخروا جدا. يعني هنا طبعا في لوم، يمكن ظروفه الانسانيه والنفسيه ومساله زوجتي ده امر خاص بيه، ظروفه الماديه ربنا اعلم بظروفه. المعلومه اللي عندنا ان هو كان مستني يا استاذ خيري 15000 جنيه يسد ديونه، و 15000 جنيه دول كان وفقا لعقده مع الشركه او الظروف العمل في الشركه ان هو هياخد بونص في شهر فبراير، يعني قدامنا 60 يوم وياخد الفلوس دي، وخد الكارت الاسود ده حسب زميلته اللي كانت شاهد على الواقعه، وهي او من تحدث وكانت سيده او فتاه جريئه واتكلمت عن هي الوحيده اللي اتكلمت. ده ما استوقفكش وانت محقق بطبيعتك، يعني ما استوقفكش ان كل زملائه في العمل ولا واحد اتكلم لو هو كما جاءت الروايه على لسان زميلته اللي راحت لقيته نزل واختار راسه ينزل عليها علشان يضمن انه يموت، والكلام اللي قالته ربنا يرحمه ويغفر له ويصبر اهله. ما انت شايف انها غريبه شخص واحد يتكلم ولم يخرج حتى موظف زميل ولا صديق ولا حد، لا يدافع ولا ينتقد ولا يقول. ولا ينتقد صحيح. ما انا خيري استاذه كريمه، انا بستغرب من حاجتين، من موقف الشركه اللي فضلت 7 ايام عشان تطلع بيان معي كان ممكن يصدر من الساعات الاولى او اليوم الاول. صحيح. مستغرب من موقف الموظفين حسب زميلتهم اللي طلعت في لايف وطلعت في مقابلات مع مواقع على الهواء مباشره وقالت ان زميلهم انتحر او رمى نفسه وهم رجعوا يكملوا شغل. اصحابه الموجودين معاه على الاكونت بتاعه على الفيسبوك ماشيين يهزروا بس انت شايف الروايه دي مقنعه بالنسبه لك يا استاذ سامي كروايه؟ انا ما اقدرش كسامي او حضراتكم تحكموا على روايه زميله نور الدين طالما انا ما حدش رد الناحيه الثانيه وكذبها. مفيش روايه اخرى. انا ما اقدرش اقول كل كلامها يقينا صدق او كاذب، لكن اقدر اقول ان هو خلف علامات استفهام. علامات الاستفهام دي انا مش هنقدر نجاوب عليها، اللي يجاوب عليها مسؤول الشركه، اللي يجاوب عليها او التحيات يا استاذ سامي اذا كان في عند حضرتك اي معلومات حتى الان في التحيات فيها شيء. في بدايه كلامي يا استاذه كريمه قلت حاجه، قلت ان هنا الشق الجنائي قد يكون منعدم من الشركه ضد الضحيه عليه رحمه الله، ضد نور الدين. طب وزاره القوى العامله او الجهات المسؤوله اللي احنا قرينا عنهم حاجات كتير ان هي بتتدخل، هل يا ترى عامله اي تحقيقات داخليه؟ يعني احنا عرفنا ان في زيارات حصلت للشركه لمقر الشركه اكتر من مره، هل في اي اشياء خرجت؟ تمام. بص حضرتك، هي القوى العامله فحصت ملفات كل العاملين في الشركه عددهم 2084 وكلهم مؤمن عليهم وبيخضعوا للتأمين الصحي وعقودهم وملفاتهم سليمة. ده هذا الكلام وفقا لمدحت الغمراوي وكيل وزارة القوى العاملة في القاهرة. وقال كمان ان هو شكل لجنة من إدارة السلامة والصحة المهنية في القوى العاملة علشان يشوفوا الظروف والبيئة اللي عايشين فيها في الشركة. فالتقرير اللي طالع من القوى العاملة ومنشور من ساعة عندنا في الوطن هو أشاد بالشركة، يعني أنا ما أقدرش أقول غير أنه أشاد بالشركة، وقال أن وضعها القانوني سليم وتعاملها مع موظفيها سليم وجميع الموظفين اللي فيها واخدين مستحقاتهم. في ألغاز كثيرة يمكن أبرزها صمت الشركة، المفترض يطلعوا يتكلموا ويواجهوا الإعلام، كان مدير الشركة يطلع يتكلم ويواجه الإعلام، رئيس مجلس إدارة الشركة يطلع ويواجه الإعلام، لكن صمته مع الظروف الإنسانية المحيطة بنور الدين
مع الخلاف اللي حاصل ما بين وبين طليقته، كون ان هو يبات في مقر الشركه لمده 5 ايام او يبات في اوضه الاولاد في شقه طليقته الثانيه او زوجته الجديده اللي هو انفصل عنها من 3 شهور، فهي تشكر انها سمحت لي ان هو يبقى موجود في ظروفه وراعت ظروفه. شكرا للعم محمود البقال، احنا لا نملك سوى الدعاء لهذا الموظف المسكين، هذا الشاب اللي هو في الاربعينات من عمره ودفع حياته ثمنا للقهر، ربما قهر بين موظفيه، دفع حياته ثمن لظروفه ومديونياته وازماته النفسيه وازماته الحياتيه والماديه، ربما يكون ده كله سبب، لكن انا ما اقدرش اطالب جهه انها تطلع لي بيان عن هذا الموظف الا اثنين بس، ناس موجوده عاديه اللي هم اسرته، سواء اشقائه واخوه اللي في امريكا او زوجته الاولى او الثانيه او طليقته الاولى او الثانيه، والشركه لازم يطلعوا لنا بيانات نتكلم فيها، لكن الشق الجنائي المرتبط بالتحقيقات والنيابه ما فيش شق جنائي. النيابه بس النيابه انت عارف انها بتطلع قرار بدفن الجثه بعد التشريح وخلافه. لا هو بيبقى فيه مناظره في حائله هذه الحوادث يا استاذ خيري، وحضرتك استاذ كبير استاذ لينا كلنا، بيحصل معاينه ومناظره للجثمان، واذا ما وجد او ظهر بلاغ بيتهم شخص او يتهم شركه او يتهم حد انه اترمى مثلا من الدور الثالث، اذا في تشريح وفي معاينه وفي مراجعه سمرات وفي ما شابه. النيابه العامه ادرى بقراراتها وادرى باختياراتها، وعمرها عمر النيابه العامه ما هتسيبنا كده بنلف حوالين نفسنا في قضيه معينه، لا هم كانوا هيبادروا باصدار بيان، ولكن يبدو ان الامر كله مرتبط بخلافات سواء مع الشركه او بخلافات سواء مع الاسره، صحيح، مع شويه ازمات ماديه وظروف نفسيه مر بيها، ربنا يرحمه ويغفر له ويدي الخير لعم محمود. كل الناس اللي هتدعي له. بنشكرك جدا زميلنا العزيز سامي عبد الراضي، الكاتب الصحفي مدير تحرير جريده الوطن.